بسم الله الرحمن الرحيم. محمد حرشاوي رئيس جمعية الأجيال للسعادة والصفاء. إذا لم تجري من هذا تبع ممكن تغا جمعية الأجيال للسعادة والصفاء تنظم جن ندوة تحت عنوان حول الشباب. ندوة يتمثل جن وقت الضفية ذي الامتحان للتلاميذ تستعد للامتحانات. تغا اثنين أساتذة دام سي دريس بوحوث سي بوشنطوف سي محمد بوشنطوف سي ورن ذي أهم المحاور الترقن فترة المراهقة تأثير نسخ الشاب ثاني التلميذ غني يعني غزني غذا حودري يتم يستعد من باش دي ودي دي قال الامتحان يستعد الامتحان. اهم النقاط يركز بانه يعني بنادم هذه شكون حاجه تيمشي في وقت الناس شنو راه حفاظت شنو يعني كل حاجه تيمشي في وقت الناس واحد يحاول يتجنب المسائل التافهه اللي تتمدير وقتها بالخصوص بانهم تستعدن للامتحانات وتغمن دوا تركز بوخت التلاميذ وها تركز الشباب كافه يعني اهم النقاط الصعوبات تواجه الشاب بالخصوص ذي ندير نعاروي ذي الفراغ يتاف يتلقى لا بالنسبه يعني حاليا بالنسبه مثلا تمنيح حرم انتي غاصن مواهب كذا ولكن باش التشجيعات والتيف ان شاء يعني باش ماني غابدر ماني غابرز المواهب مثلا خواغات ان شاء نشي الجمعيه انا نقارس ثامس موند الاجيال للسعادة والصفاء تيشوم تفوت الناس قارون بانه وقت مستعد يعني من غير ديش الموهبه تكشف وبانه غاست تستعد ديج النشاط يمغى ان شاء الله تحتضن في مدينه نعاروي ديج النشاط يمغى ان شاء الله وذي القمه من نير تسمى عاد غايبه ان شاء الله حاليا بقى تستعد ان شاء الله ودير ان شاء الله ديج شانس مع ديج النشاط يمغى ان شاء الله وني غير ديش النشاط اللي حول هذه التصص الاداريه في الاداره من الجمعيه اللي ثاني من اجل السعاده والصفاء وشكرا للموقع كابريف على الحضور وشكرا.